ازيكم يا جماعة؟ النهاردة مع لعبة غريبة جدا بصراحة، وفيها اللي هو التحديات وصعوبة كده مجهولة مش بتبقى واضحة من أول اللعبة، فيلا بينا نجربها مع بعض ونشوف اللعبة عاملة ازاي. اللعبة في الأول اسمها ليفل ديفل، أنا لسه شايفها يعني، معرفش لسه نازلة من امتى بصراحة، بس أنا لسه شايفها حاسس إن هي جديدة يعني. بدون رغي كتير يلا بينا نشوف اللعبة عاملة ازاي. تعال نشوف كده أول. تمام. تقريبا كده بتروح وتيجي بالزرارين دول وبتنط بالزرار ده، هي لعبة معتمدة على كده، فتعالوا نجرب كده. اوبح تمام. طيب هي اللعبة واضح ان هي ايه يعني، بتعتمد على ان هي تديك مقالب كده ايه سريعة. فتمام ماشي كده، اول ليفل عدى، كان فيه مشكلة واحدة بس. طيب هنشوف بقى الليفل التاني اكيد. اوبا تمام، حلو اوي، عجبني ان اللعبة ماشية بتدرج كده جميل. اكيد في حاجة هنا. اوبا تمام، انا لازم اكيد. اوبا تمام. طيب اعتقد يعني ان دي ماشي، اعتقد دي محلها ان انا انط يعني، اول ما البتاع يتحرك انط. اوبا هو مشكلة. اوب تمام. المشكلة ان الترانزيشن اللي بيحصل ده سريع قوي. تمام، الحمد لله تمام. طيب ماشي. ده ماشي، اول ما الليفل اول ما بتظهر بتقع، بعد كده اكيد اكيد في حاجة تانية. تمام. ده الموضوع معتمد بقى ان انا اجري بسرعة يعني. تمام، اجري بقى، اجري 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 اجري. تمام الحمد لله. الموضوع اكيد هيكون اصعب. ده واضح كده ان انا لا انا كده فهمت بقى، يبقى انا لازم اجري 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 وبعد كده انط في الاخر. تمام، اجري 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 اجري. تمام والله جميل بصراحة، انا شايف اللعبة جميل. ده اول كل ده اول ليفل ماشي، تاني ليفل اكيد فيه صعوبة اكتر. امشي هنا كده، هنط هنا. تمام حلو، ده كلام جميل. تمام، المفروض بقى اجي اقرب منك يا تبعت او منط كده. تمام الحمد لله، والله لعبة لطيفة يعني، ولكن هي تخض شوية، تخض يعني لما بيحصل اي حاجة مش متوقعة الواحد بيتخض. تمام، وطبعا انا شايف ان مستحيل حد يعرف يعدي الليفلات دي في اسرع وقت ممكن يعني، او قصدي من اول مرة يعني. الموضوع بصراحة صعب. اقرب كده يعني من كده. تمام، هو في اعلان غبي ظهر بس مش مشكلة، خلوا بالكم من الاعلانات. طيب انا هنط كده ونط كده، غالبا لو نطيت يمين هي هتتحرك شمال، ده المتوقع. تمام، لا 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 لا، انا اسف انا اسف، ده ليفل شكله يعني ايه غشيم شوية. في حاجة هتحصل، في حاجة هتحصل، في حاجة هتحصل، في حاجة هتحصل. الحمد لله. انا ايه الوقعاني هنا؟ ماشي اسف، في حاجة هتحصل، في حاجة هتحصل، في حاجة هتحصل. انا قلت تمام، يبقى المفروض ان انا اروح هناك لحد ما بتاعتي تيجي. اجري 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 اجري. ماشي، انا جريتش باسرع طريقة ممكن. تمام، اجري 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 اجري، استخبى. تمام، ما كانت تروح بقى، اعتقد مش هتظهر تاني يعني. لا حول ولا قوة الا بالله. قلت ايه الليفل ده كان لطيف. في حاجة غلط بقى كده هتظهر هنا، في حاجة غلط، في حاجة غلط، في حاجة. حسبي الله ونعم الوكيل. تمام ماشي، حسبي الله ونعم الوكيل. تمام، اللعبة دي لازم تكون يعني مش حرص ولا تخون، انت مخون على طول. تمام، انا دي بصراحة جت معايا حظ، انا دوست بالغلط، نطيت بالغلط بصراحة. كده كده كنت هقع. تمام، تمام، يا ريتني كنت نطيت بالغلط هنا. تمام أنا آسف، تمام أنا آسف. في حاجة تانية؟ مش حاجة تانية الحمد لله. برضو مش عارف، تحس إن الليفل ده عديته بالحظ برضو. تمام، هو هنا أكيد لما أنا هعمل إيه؟ أنا آسف. ماشي ماشي، أنا هقف هنا، هنط على دي، هكا أفضل بقى إيه؟ بتحرك معاها. تمام،
يعني اللي عمل اللعبة دي انا مش عارف هو فكر فيها ازاي. انا اللي يعرف يعني انا بعمل العاب ماشي، انا بعمل العاب يعني، في العاب عندي منشورة، بس يعني الطريقة انا مش عارف الطريقة اللي هو فكر فيها اللعبة دي والديزاين يعني بتاع الليفل فكر فيه ازاي مش عارف. يعني الموضوع حاسه يعني بيعرف يتوقع انت هتعمل ايه ويقوم عامل عكسه. يعني في لعبة شبه اللعبة دي انا مش فاكر اسمها بس شبهها، شفتها قبل كده، شفتها قبل كده وكان اصعب من دي بكتير بصراحة، ولكن برضو اللعبة دي لذيذة. حلو، انت هنا تقريبا بتبدأ تجمع بقى كوينات، مش عارف بقى انت لازم تجمعهم كلهم ولا لازم تعمل ايه ولا مش عارف هو اللي بيحصل ده اصلا. ماشي، خلعني دي يعني، انت لما عمال بتحرك في دي كده مش كوينز اصلا، لحد ما جه في الاخر عمل 3 كوينز وقعت اصلا. طيب يلا ماشي تمام، يعني اخر 2 ونط حلو، طلعت مش كوينز اصلا، مش لازم اجمعها يعني، طلعت خدعة اكيد، في واحدة هبط فيها انا اسف. طيب يبقى مش لازم اخد اللي فوق تقريبا، مفيش بيت عديته من اول مرة يعني. I think طب المفروض اعمل ايه بقى في دي؟ معلش نقطة على نقطة، ايه ده؟ ماشي، انا حاسس اللعبة دي يعني الغرض منها ان انت يعني تتشل تمام، وانا اوريدي اتشليت، حاسس ان انا اتشليت بصراحة. بس انا ما عملتش حاجة والله، ايه اللي حصل؟ معلش انا رحت اخد دي انفجرت مش عارف. تمام ماشي، في حاجة اي وخلاص بقوا بدل ما بقوا كوينز بقوا يفجروني خلاص، مش هيجي جنبهم خالص. اي تمام، ما خدش بالي. بالراحة 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 بالراحة، بص بقى انت يعني ايه، بالراحة اجري اجري نط اجري اجري نط. الحمد لله لعبة يعني بصراحة انا منتظر. تمام، في حاجة هنا بتحصل غريبة، إن أنت لما بتروح يمين بيروح شمال، ولما بتروح شمال بيروح يمين تمام، فاتعكست الكنترولز، فأنا هدوس كده عشان أروح الناحية دي. ماشي، واضح بقى إن كل الكنترولز هنا هتبقى معكوسة. تمام أنا آسف، تمام أنا آسف، تمام الموضوع ابتدى يبقى أهبل. طبعا حد يسأل أنا آسف، طيب ماشي، حد يسأل يقول إحنا هنخلص اللعبة دي إمتى؟ أقول لك لحد ما أزهق، انا بزهق بسرعه من اللعب، اللعبه دي ما زهقتش منها بصراحه، هي بتحفز عندي روح التشالنج او التحدي. طيب انا مش عارف اهندلها، مع انها جت معايا كفته من الاول، جت معايا حظ يعني، مش بيسال يعني كفته يعني. تمام، هنا الليفل ده معتمد على ان انت زي ما قلت كده ايه، ماشي زي ما انا حصل معايا دلوقتي بنسى ان الكنترولز معكوسه. تمام، بتاخد بالك هي اكيد مش هتطلع تاني. لا طلعت كنترولز، اكيد في اخر واحد مش هتفرق، اما طلعت سبحان الله. ماشي، في حاجات ويرد كده، وبيعودك على شويه حاجات. هنا الكنترولز ظبطت تاني معرفش ليه. هنا بقى في حاجه، ان انت طول ما انت ماشي ماشي عادي، لكن اما بتدوس نطه، النطه بتبقى غبيه شويه، فتاخد بالك انت بتنط ازاي يعني. تمام، طب انا كده هنط ازاي اصلا؟ انا كده الليفل ده شكله ايه، مش هيعدي؟ أو ممكن أنط وبعدين أرمي نفسي. هو معتمد إن أنت تنط وبعدين تاخد الإيه، الرجعة بتاعة النطة تعتمد عليها إن أنت تتحرك يعني. هنا أحاول أقرب من دي، حلو أوي، حلو، ممتاز ممتاز. ماشي، رجعت الكنترولز تبقى معكوسة تانية، يعني هنا بروح هنا بيروح الناحية التانية عكس على النط. إيه ده بيتبسط؟ الكنترولز ظبطت تاني، أول ما رحت هناك اتخبطت ظبطت تاني، ده عك ده رجع تاني. ده انا فهمت بقى، انا هستعبط هنا معكوسه، بتبدا معاك معكوسه، فتيجي هنا تخبط تبقى ايه، عشان انت بتبقى دايس غصب من عنك على الشمال، عشان انت المفروض رايح يمين، كنترولز تتعدل فالمفروض تقع، فتعالى هنا بقى نروح ننط هنا كنترولز تتعكس، فتبقى انت دايس على اليمين فتلاقي نفسك تروح الشمال عشان تقع. طيب نرجع تاني، المفروض هتخبط برضو خبطه، ماشي اتعكست. ماشي شغال،
يعني مش عارف، ابتديت بصراحة أزهق رغم اللعبة تشالنجي جدا جدا. خدعني. هو بص بيعرف انت هتفكر ازاي، يعني انا توقعت انها تفضل تتكسر، بس طلع ان هي تاخد اللي ايه اللي في الجنب بس، واللي في النص مش هتقع عكس ما انا فكرت. بس تمام، انا ما عملتش حاجة اصلا. ايه اللي بيتحرك؟ ماشي، اول ما اتحركت ايه الدور بيتحركوا كده، مش تفضل ماشية سموز كده ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه. انا قلت برضو تمام. انا بصراحة ابتديت ازهق شوية، لان حاسس ان اللعبة بتعتمد على انت ايه هتتشل امتى هتتشل امتى. انا ابتديت اتشل لان بقى في حاجات مش بتميك سنس بصراحة. هو بيعتمد على ان هو يعمل حاجة عكس اللي انت ايه متوقعها، وحتة عكس الكنترول دي حاسس ان هي مش تشالنج ولا حاجة. انا كده بوظت لك حاجة، فشوف بقى نفسك هتعرف تسد فيها ولا لأ. الليفل ده غبي شوية بصراحة، مش عارف اسنتر النطة بتاعتي. اهي تمام، اهي تمام، اهي اهي تمام، الحمد لله. انا مشدود جدا بصراحة. اللعبة دي انت وانت بتلعبها هتلاقي نفسك اعصابك مشدودة بطريقة غشيمة. خلي بالك. شفت انت عامل فيا ايه؟ هو طبعا يعني بص، انت هتنط هنا هتنط هنا هتنط هنا وهنا هتنط هنا، فانت متوقع ان هي دي هتتقلب. هي مش هتتقلب ولا حاجة، هو بيشوف انت بقى هتاخد رد فعل سريع ولا لا. تمام، لا بقى انت بتجرب تشوف ايه اللي هيحصل وبعد كده تمام. هنا برضه نفس القصة، ان هو بدل ما يخليك على اخر تايل، لا هو انت التايل اللي قبل الاخيرة هي اللي المفروض تثبت عليها. انا برضه حصلت فيها تاني بس مش مشكلة، افضل واقف هنا اكيد. انا اسف ده غلط بصراحة. انا ابتديت ازهق، يعني حاسس انها ابتدت تبقى تخلف عقل استفزاز، يعني ان هو انت بتستفزني. ابتديت اضغط على التليفون جامد، وحاسس انها بصراحة ابتديت اتضايق. دي لعبة مش هيلسي بصراحة، لو انت بتعصب مثلا او مخنوق من حاجة وفتحت اللعبة دي بصراحة، لا انصحك ان انت تكمل في اللعبة دي، تلعبها وانت متضايق او متعصب. تمام، انا لازم اعدي الليفل ده وبعدين نقفل بقى ايه الفيديو مع بعضينا. شكلها مفيهاش تعديه خالص، وممكن يكون معتمد ان انا هلمس لمسه ونط تاني ولا ايه مش عارف. طب هنا حلو، هنا مفيش، هي مش هتجيبني، بس انا مش هقفل الفيديو غير لما اقفل الفيديو ده الجيم ده. الحمد لله تمام، الحمد لله. ده سبحان الله كان اخر يعني ليفل. ممكن نبقى نعمل فيديو كمان باذن الله، بس يعني هي لعبه بتعصب بصراحه. انا اتعصبت فمحتاجه اروح اريلاكس كده شويه. مش تعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان تشوف كل الفيديوهات الجديدة. دوم سلمينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.